الصقر هو الطير الجارح في السماء، توصل سرعته إلى 260 كيلو متر في الساعة. وقوة نظر تزيد عن الإنسان بمرتين ونص. مع مرور الوقت تعلم الإنسان أن يسخر قدراته، لكن الطير عنده أسرار ما حد كشفها. حياكم معاي، أنا إبراهيم النعيمي، نكتشف عالم الطيور في قطر. المقناص رياضة تقليدية أصيلة في الخليج العربي. ولأهمية هالموروث الأصيل اهتمت دولة قطر بالمحافظة عليه. ونلاحظ الجهود المبذولة للارتقاء بهالرياضة من خلال المهرجانات الدولية اللي تنظم سنوياً. من أكبر المسابقات لتحديات الطيور هو مهرجان قطر الدولي للصيد والصغور، واللي تقام فعالياته جنوب قطر. ومن فعاليات المهرجان سباق السلوقي، وهي رياضة قديمة في الخليج العربي. وفي العصور القديمة كانوا يقنصون بالسلق على ظهور الخيل والهجن، ويسدون الأرانب والقزلان. تدريب السلقان على المعلق يستخدمون الغزال ولا وعل أو حتى تيس. تمرين مثل ما شفت، وبصراحه يعني الكلاب عزك الله بدعوا، وان شاء الله بندش البطوله وان شاء الله خير يعني. وعلى مرور اسابيع بنتابع التجهيزات للمسابقه. الشباب عندهم ماكينه ارضيه نفس الماكينه اللي حق الطياره اللي شفناها حق الطيور، بس هذه ارضيه ومسافتها من 1200 تقريبا ل 1500 متر. يمرنون عليها الكلاب، وفيها أرنب صناعية أو محنطة. بنشوف طريقة التمرين شلون حق اللياقة، طبعا يوميا يدربون. مسافة المسابقة 2000 متر، ومن المهم تجهيز السلوقي على السرعة واللياقة عشان يقدر ينافس. وناصر عبد الرحمن هو واحد من هواة السلوقي في قطر، وبيشارك بأحسن كلابه في هالمهرجان. الربع الحين تدون على الماكينة دي، ايش حاطين فيها؟ حاطين فيها لعبة. تعلم عليها السلقان ولا؟ متعلم عليها. نعطيها مدى شوية علشان ما يلحقون هالسلقان. بس وهي تعطيك هدف، تعطيك سرعة، يتحكم في السرعة طبعاً اللي هناك اللي عند الماكينة. هذه اللعبة اللي بيهدون عليها، غزال صغير
وهذا الخيط اللي مربوط هناك تقريبا كيلو او 800 متر هو اللي يتحكم في السرعه ويعلمون عليها اساس اللياقه. من أول تدريب يبين للمدرب إن كان السلق ينفع للمنافسة في المسابقة أو لا. بعض السلقان تركض مع المجموعة بدون لا تشوف الصيدة، ومن الضروري يكون وياها كلب مدرب عشان تتعلم منه. كلهم سلقانك، شلون فزت؟ فزت على فرنسا؟ لا. ها؟ فزت على فرنسا؟ لا. بعد أسبوع بنزور ناصر وبنشوف تجهيزاته للمسابقة. تنقي على يعني تشتري السلقان من سوريا على أي أساس تنقيها؟ من سلالتها ولا من شكلها ولا والله من المربي نفسه؟ لا، في ناس تتعامل وياهم أنت تطمنهم. وأوقات يعني يكون حد من الربع يكون رايح هناك قانص خبر، يعني يأخذون لهم مجموعة يفرزون منهم السبوق الزين يرشحونه، يقول لك والله ترى في معيني لكم شيء كذا. يجربونه هناك يعني؟ يجربونه. يجربونه على ايش؟ يهددونه هناك على أرانب، على ثعالب. عندك الحين هني سبعة. مكان مسكر تهوية، عندك شفاط، مكيف. تصيدهم أمراض؟ كل بين فترة لازم تحصن، بداية الشتاء، بداية صيف. عندنا مثلاً علاجات شيء يعني تضرب صفونة. اليوم عندك تدريب بحر. اي. تدرب سلقان في الطراد. في الطراد اليوم. بنروح وياك بنشوف الطريقة شلون. إذا ما عندك مانع. أكيد. ناصر يدرب سلقانة في البحر في منطقة ذخيرة. صيف بس تدرب البحر. وفي الشتاء ما تنزلهم بحر كلش؟ لا، ما في مجال، الجو اول شيء ما يساعد. واحنا اصلا ليش نجيبهم هني في الصيف؟ لانك لو جيت تليقه في سبخه ولا في رمله ولا دي ما بيعطيك، ما بيضغط على نفسه، الجو كلش ما بيساعده. هني يعني ابرد له. هني ابرد له وبتجبره انه يحرك كل جسمه. من عمر كم تدرب في البحر؟ عقب السنة. عقب ما يتعدى عمر السنة؟ إيه. بس يعني هو جرو 8 شهور 7 شهور تعود على الماء، إنه ما يتروع من الماء داخله على السيف. إيه. لاحق طيور بحر. دي. بس من عقب ما يعدي السنة، يعني بالنسبة للضارية ممكن تنزلها من 8 شهور بعد، ما عندك مشكلة. 8 شهور تدرب اللي هي النثية. إيه، ما عندك مشكلة. سلقان ناصر التدرب في مريح بعيد عن زحمة المراكب. السباحة تساعد الكلب في بناء عضلات وتحسن من لياقته.
الجسم. وبرودة البحر تساعد على التدريب في المدة أطول. قبل بداية المسابقة ناصر يدرب في هالمكان مرتين أسبوعياً. وعقب تدريب البحر لازم تريح السلقان يومين على الأقل. الحين أنتوا عندكم تمرين يلحق السيارة، وعندكم تمرين على السيف في البحر، وعندكم تمرين في البحر في الطراد، وعندكم السباقات العادية. الحين مهدات تشتغل. عند في تصفيات عندكم بعد هالأيام حق البطولة اللي بتصير. ما إحنا قاعدين نجهز لها الحين. جاهزون حق البطولة. مع قرب المسابقة ناصر لازم يكثف تدريباته إن كان يبغي ينافس، ولازم تكون السلقان بكامل لياقتها. وصبخت ذخيرة من أفضل الأماكن لتدريب السلقان. جاهز إن شاء الله؟ جاهز. إيش ترتيبكم الحين؟ ترتيبنا أخوي بنهد الظبي، بنهد وراء الخراش، وتقريباً يمكن 9 كلاب. السلوقي سبوق وسرعته 50 كيلو في الساعة تقريبا. وصلت السلقان مسافة كيلوين بسهولة ومرتاحة. أول ما تطرح السلقان الغزال لازم المدرب يفزع له قبل ما تعوره. هذا ينطرح قبل؟ ينطرح على الكيلوين، كيلوين ونص ما زي. كم ركض دي؟ 4-5؟ 4-600 عندي العدد. 4 كيلو 600. إيه. ولا انطرح. لياقة السلقان جيدة وهي تقريبا جاهزة للمنافسات. ملا يا ربع. يوسف ملا. أنا أشوفك. هذا آخر تمرين عشان يحدد مستوى سلقانه. عبد الرحمن، إيش معنى حط وعد يعني ما حطيت غزال؟ الغزال بيتعور، الوعل هيك يبر أكثر من الغزال. لو انعقر لو ذي ما يتعور. قدنا مجربين من قبل. هذا اللي فيه. خلي السلقان يعقرونه. يعقرونه بس ما يقطعونه يعني، بس إنهم يعرفون إن لو حكي شيء بيضبطونه. المسابقة مو محتاجة إنك يلقون. قاعد نعلم حق المسابقة. إنك ترغب فيه أكثر. إيه خليه بس يفتن يطلب. لكن إذا الغزال تأخذ عظام دقيقة يمكن يقبضها من ساقه، يقبضها من شيء يكسرها عادي. هاي لا. يستحمل. هاي هديت عليه من قبل. كم مرة؟ سنة. تعلم عليه دائما. أسبوعية. كل أسبوع؟ كل أسبوع. وتخليهم يعقرون. أخليهم يعقرون. زين إذا جروحوا. شنطة العلاجات يلا. بعدين جروحها دائما تيك سطحية. ما 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 يتعور مثل الغزال. واليوم بيدرب السلقان في صبخة ذخيرة، نفس قاع صبخة مرمي.
هذا هو التدريب النهائي قبل المسابقة. يتعلمون يرغبون الوعل أكثر أو الغزال. التدريب القاسي يضر السلقان، أما تنفضخ ولا أنها تحفة، وبالإصابة ما راح يشارك السلوقي في المسابقة. إحنا إيش سوون بها؟ حنيها. خلنا خليها رش. إيه. لين يبس شوي. حقب حنّا. حنونها حنّا حنّا العادي. إيه لا غادي حنّا. تبرأ منها. شفنا تدريب الربع السلقان اللي على الماكينة واللي على الوعل المعلق، فيها إثارة مثل كل هواية، كل واحد يخترع فيها. في الطيور اخترعوا الطيارة، والشباب مخترعين الماكينة السحب والتعليق الغزال. السنة المسابقة على نفس النظام، العام كان ربي حي، والسنة على نفس النظام تعليق يعلقون لهم غزال ووعل، واستوت تقريبا أحسن من الهدد العادي. تحكم في السرعة وتحافظ على الغزال اللي عندك، إنه ما يمسكون السلقان. بعد أشهر من التدريب جاء أول يوم تصفيات مسابقة السلوقي. سعود علي محمد الغبيسي. محمد سعيد المريخي. احنا بدينا اليوم اول مشاركه في اربع مجموعات، طبعا في كل مجموعه فيها 15 مشارك، اللي هو 15 سلق ينهد في كل مجموعه. طبعا المشاركه السنه هذه ما شاء الله مشاركين وصلوا تقريبا 140 مشارك، ويتأهل من كل مجموعه الاول والثاني. فيها طبعا جوائز وفيها ما شاء الله تحفيز للشباب والمشاركين كلهم. الأول حاطين سيارة، والثاني 50,000، والثالث 40,000، وما شاء الله المشاركة مثل ما تشوفون ما شاء الله الحمد لله. 15 سلق و15 مدرب مجتهد و2000 متر بسرعة رهيبة. الأول قطع الكيلوين في أقل من دقيقتين ونص. الله يبارك في عمرك، إن شاء الله في النهاية إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. في التصفيات يتأهل الأول والثاني من كل شوط. ثمان
شلون كلاب عندي؟ لا والله أنس ما لنا نصيب، لكن إن شاء الله اليوم توفق. عقب كل هالتعب والتدريب ناصر ما حالفه الحظ في هالمسابقة. شاركت في الشوط اللي راح، إيه ما لنا نصيب والله، بس عديت زين والله. لا توافقي. عليهم كل سنة يتطورون، السنة دي أحسن من العام. إن شاء الله أتمنى التوفيق حق الكل إن شاء الله، وإن شاء الله تأهل السلقة هذه هالشهر. بعد التصفيات أعلنوا أسماء المتأهلين للنهائي. فعاليات السباق النهائي بتكون قدام المنصة الرئيسية، نفس مكان مسابقة التلواح. على الرغم من شدة المنافسة يبين لنا من هو اللي بيفوز. في الختام النهائي أسعدنا أن اللي فايزين هم شباب صغار، وهذا يدل أن التحديات الرياضية لها مستقبل مبهر.